بنظل وعلى الغبرة وبحر الشمس عالراية. هناي مي بنين هناي انا جايش لا ترديني بقاعد صاح يا زينب دشربي ماي وسقيني وجيب معطف الشدي رقبت القرح ما ادري الما يم بالنهر قاري وهو ما شرب ماي. ظلت في تلك الدور الخالية تنتظر رجوع الغياب وكل يوم تدور عليها من بيت الى بيت. ما هو لسان الحال الا لا تزين الدوم تصير موحشة ما تزين الدار غير اهل الان انكسر القلوب اذا دخلت الى الدور الخالية. هل وانت تقول انهم شوية يرجعون رايحين عندهم شوية مشوار رايحين منا البيت خالق مو موجود احد فيه شوية يجون لكن انكسر قلبك تستوعب ما تقدر تقعد زين ما تدري يرجعون لو ما يرجعون لكن تتأمل تترجى يعني يجيها محمد يقول لها ما سمعتي من خبر يا خبر راعني صوت المنادي يصيح مذبوح اهلي راح عال راح جعفر للحرم ما ضل ولو راح ابو السجاد والعباس والاكبر علي راحت اولاد الضحايا بالصعيد مجزره ويبقى عزك والخدور بالفخر كل من يذكره صاح تسكت لا تفاول على اولاد القرب ذاب بالسلامة يردهم المعبود حلوين الشباب وتزهر الدور باهلها وبعد ما ينغلق بار ترجع الوفاد ليلة والليالي مزهرة يواجه الله بينك وبين اخوتك يا ابن الامين ويرجع العباس ليلة ويا اخوته السالمين ان شاء الله نشوف المنازل تزهر وغرت حسين وترجع ايام الزهيه والحياه المصفره ويديها الجواب من عنده انا شو يقول لك صاح اي سما بعد واحد من اولاده يعود راحت اولاده ضحايا وسكنوا وسط الحوت بعد عندي مش خبر يا ام البنين وراحت الحارة اسيرة مقيدة بين اليهود عقب عزها الخلور بين الاعادي مشحرة زينب يا محمد الحارة دخلوها المجالس ضربوها بالسياط وضعوا الحمل في عنقها قالوا لنا ابو فاضل عنها يقولون جت زينب جت ام البنين لها